راوتر 4G بريال. كيف راوتر بريال؟ الأغلب اللي موجود خارج المدينة أو موجود في منطقة ناية أو يطلع الديرة وعنده راوتر موجود في البيت، يجي هو الشخص هذا بياخذ الراوتر معه للديرة، بيحط الشريحة فيه، بيلاحظ أنه الراوتر ما يشغل عند 4G لكن في الجوال موجود 4G. طيب إيش السبب؟ السبب كهو موضح، أغلب الشركات فيهن الشركات اللي موجودة في عندها هذه مجموعة الترددات اللي خاصة فيها في 4G. طبعا الترددات هذه جميع الشركات حاليا اللي موجود بالنسبة للموبايلي و STC بتقفل الترددات على الراوترات، تعطيك تردد واحد اللي هو تردد 2300. تخيل كمية الراوترات على هذا التردد، وبنفس الوقت عندك داخل المدينة انه الراوتر ضعيف بسبب الضغط على هذا التردد، لكن تستخدم الجوال الانترنت سريع. الا فقط شركة موبايل بتفتح لك الترددات لكن ما فيك تتحكم فيها. انت خرجت خارج المدينة، خلاص راوتر التردد 2300 ما هو موجود الا داخل المدينة. طيب كيف عندك انت في هذه الحالة؟ عندك الجوال اما عم يشغل عندك تردد 1800 او 700 او 800 او 2100. طيب هذه الترددات راحت، ما هي موجودة في الراوتر. هذا هو الراوتر ابو ريال، هو الراوتر ابو ريال هو اللي يدعم فقط ترددات 2300. طيب ايش الحل؟ انت حاليا اذا بدك تاخذ راوتر 4G لا تاخذ من المتاجر الرسمية نهائيا، حاول ان تبحث عن راوتر مفتوح التردد مفتوح الشيفرة. هذه نصيحتي لك، ابعد عن المتاجر الرسمية نهائيا. طيب ايش افضل الراوترات اللي موجودة بالنسبة لل4G؟ افضل راوتر هو الكات 19. هذا الراوتر كات 19، هذا الراوتر بيجي مفتوح التردد، هو من شركة هواوي مفتوح التردد، فيك تتحكم في الترددات. في الكات 9 بعده ما هو موجود عندي، الكات 6 هذا موجود الراوتر. هذا انت هذا في له سوفت وير، انت عندك نفس هذا الموديل في اشخاص بيفتحوا لك اياه، بيفتح للتردد عليه، فيك تتحكم في الترددات. وفي عندك افضل راوتر متنقل لل4G هذا الراوتر، هذا بنفس الوقت برضو تنفتح عليه الشفرة، فيك تفتحها، يعني أشخاص بيفتحون الترددات عليه. أنت بتسمع كثير أنه راوتر مفتوح التردد عليه 1800 2100، هي دي الراوترات. لذلك راوتر أبو ريال لا تقرب منه نهائيا. كيف أنت تتحكم في الترددات؟ يعني أنت حتى حاليا غير كذا أنك تتحكم في الترددات، فيك تغير بالبرج، البرج اللي قريب منك مثلا عليه ضغط. لاحظ هنا رقم البرج 286، أنا بدي أغير البرج هذا. حتى غير كذا أنت فيك تدمج ترددات مع بعض، فيك تدمجهم. أنا حاليا بحاول أن أغير البرج، بغير في الترددات، أنا أشوف الحين راح ينتقل عندي برج ثاني. طيب ممكن هذا البرج بيعطيك سرعة أفضل، أنت بتروح بتسوي على سبيد تيست، شوف تغير البرج، لا ممكن إحنا بناخذ برج غيره، أنت بتروح على سبيد تيست عندك، أنت تشوف أي أفضل برج عندك وتشبك عليه، البرج الأفضل أنت بتخليك عليه من خلال التطبيق الترددات. بالنسبة للبرنامج هذا الهواوي مانجر، شوف رقم البرج بيتغير عندك. الهواوي مانجر بحاول أخليه أسفل الفيديو.